أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، خاصة المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تكاثرت الغيوم الرعدية وهطلت زخات من الأمطار. خلال الساعات القادمة تندفع كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب باتجاه الجزيرة العربية، وبالتالي ستتطور هذه الأجواء الغير مستقرة لتشمل مناطق إضافية خلال يوم غد بإذن الله، وتطل زخات رعدية من الأمطار في العديد من المناطق. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تكون الأجواء هناك غائمة جزئيا، 26 درجة مئوية كحرارة أثناء فترة السحور الملموسة أو المحسوسة، 25 درجة مئوية، الرطوبة أيضا 25. أما الرياح تكون خفيفة السرعة شمالية شرقية الاتجاه، بالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. ننتقل الآن للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة ليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار في عموم المنطقة الشمالية. سكاكا تسجل 28 إلى 21، عرعر 38 إلى 19، تبوك 33 إلى 19 مع أتربة مثارة. ننتقل الآن للمنطقة الغربية، نبدأ بالمدينة المنورة، أيضا غبار خفيف 38 إلى 26، جدة طقس صافي 32 إلى 28، مكة المكرمة أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار 37 إلى 26، والطائف أيضا زخات رعدية من الأمطار وأحوال جوية غير مستقرة. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في عموم تلك المناطق، أبها 23 إلى 14، نفس الحرارة تقريبا في الباحة، أما جازان 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 38 إلى 25، حفر الباطن طقس حار 42 إلى 23، والإحساء 41 إلى 25 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 37 إلى 26، بريدة أحوال جوية غير مستقرة، أيضا زخات رعدية من الأمطار 36 إلى 23، نفس الأجواء في حائل مع 34 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.